يا ويلي على هيك منظر. شوف شوف الركابة، شوف هندسة. شوف مرحبا يا حبايب، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وين ما كنتوا تكونوا وكيف ما كنتوا تكونوا. وصفتنا لليوم كثير انطلبت مني، اللي هي التراليتشه التركيه، كيكه الحليب. خلينا نشوف شو هن المقادير مع بعض. عندي هون 6 بيضات، عندي طحين، حنكتب المقادير كلها بصندوق الوصف. حنشوف المكونات: بيض، طحين، رشه ملح، الفانيليا والبيكنج بودر، والسكر والزيت والمي. تمام، اهم شيء بهذا الموضوع هو انه كيف نخفق البيض مع السكر ونوصل للمرحله اللي بدنا اياها. عندي انا هي الطنجره، ما لازم تكون رطبه ابدا، لازم تكون كثير ناشفه. خلينا نبلش. انا اول شيء بدي اعمله بدي اكسر البيض. عندي هون 6 بيضات، البيض لازم يكون بحراره الغرفه. نزل نص كمية السكر حاليا. ونخفق. ورح كمل هلا انا هيك كمية السكر كلها وكمل خفق لحتى اوصل للمرحلة اللي انا بدي اياها، لحتى يرتفع معي البيض كله واوصل للمرحلة اللي بدي اياها. هيك يا جماعة مثل ما شايفين بكون وصلت للشي اللي انا بدي اياه. شايفين كيف البيض والسكر خفقوا منيح، ضليت تقريبا شي 5 دقايق مخفوق فيهم. وهلا صار وقت اني انا انزل عليهم المي والزيت وكمل بالبيكنج بودر والفانيليا ورشة ملح كتير خفيفة لحتى بعدين اعملهم خفقة كتير ناعمة مثل ما لكم شايفين بالفيديو. ما بدي اطول ابدا بالخفق مشان ما ارجع اخسر اللي اشتغلت عليه بالبيض والسكر. شايفين خفقة كتير خفيفة مثل ما لكم شايفين وبس. وهلا هيك يا جماعة صار وقت اني انا انزل الطحين. الطحين نزله عن طريق النخل. طبعا الطحين انا عامله كمان مرحلة نخل قبل ما ارجع انخله هون مشان ناخد النتيجة المضمونة احسن واحسن. ومنقلب تقليب على مهلنا، ما بدنا نرجع نخفق ابدا، تقليب بالسباتولا وبنكمل الطحين على دفعتين او 3 دفعات. شايفين مثل ما هو موضح بالفيديو بهيك، هي الدفعة الثانية من الطحين نزلتها. طبعا شغلة كتير مهمة يا جماعة، الفرن انا عندي شغال على درجة حرارة 165. نزلت الدفعة الثالثة من الطحين كمان عن طريق النخل مثل ما لكم شايفين، ومنكمل تقليب تقليب لحتى يختفي كل شي طحين عندي واوصل للمرحلة اللي بدي اياها. مثل ما لكم شايفين راح كل شي طحين والمزيج صار جاهز، ضل عندي اضافة واحدة بس اللي هي بودة البندق. بودة البندق اضافة اختيارية بس كتير بتعطيها طعمة كتير طيبة لكيكة التراليتش، كيكة الحليب. ومنقلبهم تقليب كمان لحتى نوصل لهي المرحلة. وهلا هيك صار وقت اني انا افضي المزيج بقلب الصينية اللي مجهزة. صينية حاطة عليها ورق زبدة والفرن عندي شغال مثل ما حكينا. رح نزل كل المزيج بقلب الصينية ووزع المزيج على الصينية كلها على الاطراف كلهم لحتى ما يصير في عندي اختلافات. مثل ما لكم شايفين بالفيديو نرجع نذكر مرة ثالثة انه الفرن شغال. شايفين خبطتين ثلاثة بالارض هيك مشان نوصل. وهيك يا حبابين كيكة طلعت من الفرن. شايفين شوف الطراوة شوف اللون، هيك كل امورها تمام. رح نتركها تبرد ونكمل بعدين. وهيك يا جماعة الكيكة بردت عندي، التراليشة صارت باردة تمام. صار فيني انا اني طلعها من الصينية وسقيها الحليب والكريمة. اول شيء اول خطوة رح اساويها هي اني انا اخلص هدول الحراف بهي الطريقة.
نشيل هاي الورقة. شايفين الكيكة ما أحلاها؟ هيك لازم تكون أموره أمور أموره أموره بالسليم. صاير فيها شوية ميلان، أنا رح شيل هاي الزيادة مشان تطلع معي تمام. طبعا الميلان هو صار معي من الصينية، بس شوي على الحرارة البيت، بس رح شيل هيك شوي. رح ارجع اجيب الصينية نفسها وحطها بس هيك، يعني على الطرف الثاني، بنخلي الطرف التحتاني لفوق هيك. صارت جاهزة معي للتسقية. وعندي هون يا جماعة لتر حليب، تقريبا شي 400 ملي من الكريمة السائلة، ان كانت كريمة خفة او الكريمة اللي بلا سكر ما في مشكلة. اذا الكريمة بتطبخ اللي بلا سكر رح نحط معهم تقريبا شي معلقتين او ثلاثة سكر، ونحركهم كتير منيح لناخذ الحلاوة المطلوبة للمزيج تبع الحليب والكريمة. تمام، الكيكة عندي جاهزة والحليب والكريمة جاهزين. طبعا ما في داعي لانبخشها ولا شيء، الكيكه المناسبه تماما للتراليشه. الفكره من هذا الفيديو كله هي الكيكه اللي نحن نقدر نعمل منها كيكه الحليب. كيف بنعرف الكيكه صح؟ انه هي دغري عم تشرب، عم تشربها دغري، ما عم يضل شيء. هيك بتكون صارت تمام، صار وقت الخطوه اللي بعدها. والخطوه اللي بعد هاي هي كريمه الخفق. كريمه شانتيه، كريمه خفق ما في مشكله، رح نعمل مسحه كثير خفيفه على الوش، ما بدنا نكتل. طبعا هذا الشيء اختياري، ممكن دغري نسقيها بالكراميل ما في اي مشكله، بس لحتى ناخذ القطعه الحلوه الطريفه نعمل هيك. هلا صار وقت انه تفوت على البراد، صارت ربع ساعة نص ساعة، خليها تبرد ينشف شوي الكريمة اللي على الوش عشان نقدر نحط الكراميل، تكون امورنا تمام. هلا رح انزل بجليز الكراميل. بلش اسحب فيها هيك على مهلي، يا سلام. سحبة أخيرة، هلا هيك جاهزة إني أنا أقصها. رح آخذ أول شي نص من هون، شايفين هيك، وقص على هذا الأساس. كل ما بقص قصب بنظف سكينتي منيح مشان ما تترك أثر للكريم. وبالطول يعني قصتين بس. هيك بنكون قصيناها وصارت جاهزة لاني انا انزل فيها بالجليز الابيض او مثلا الكريمة شانتي مخفوقة ما في مشكلة. ليطلع معي شكل حلو لازم اخذهم كتير خطوط متساويه، يعني المسافه بين بعض تكون متساويه كتير مثل هاد. رح ناخذ الشكل النهائي للتراليشي واللي هو المعترف عليه.
كمان بنحاول بالتسطير هيك تكون المسافات متساوية. نقلب على الطرف الثاني. انه يا ويلي على هيك منظر. شوفوا شوفوا الرتابة، شوفوا هندسة، شوفوا شوفوا. صار الوقت اني انا فرجيكم هاي القطعة الذهبية كيف صارت من جوا، وكيف قوامها، وكيف بدنا ناكل ونستمتع بهذا الشيء اللي عملناه. شوفوا شوفوا يعني الطراوة لأبعد الحدود. يا سلام يا سلام، شوفوا شوفوا الطراوة، شايفين شايفين الطراوة؟ يعني ولا غلطة ولا غلطة بهي الوصفة ولا غلطة. يا عيني على الذوبان، يا بسم الله. هيك يا حبابين وصلنا لنهاية فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تجربوها وتخبرونا رأيكم بهي الطريقة السهلة. لا تنسونا من دعائكم اول شيء، ثاني شيء اشتراك واللايك والسبسكرايب، الشغلات الحلوة كلها اللي بتنعمل. سلام مني انا شباب.